السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الجدول راح يبين أوجه المقارنة ما بين جهاز كولجي وما بين الشبكة الإندوبلازمية. من حيث التعريف، أنه جهاز كولجي هو عضية مثل ما نعرف، هي يعني غشائية موجودة بشكل أكياس. هذه الأكياس اللي يعني طلقنا عليها بالسيسترينيا بهالشكل، هذه الأكياس أو الصفائح هذه، واللي كل كيس قلنا مفلطح راح يطلق عليه بالصهريج، وتم إطلاق تسمية بالديكتيوسوم في الخلية النباتية. الشبكة الإندوبلازمية تعتبر عضية أيضا هي غشائية، وممكن تكون يعني بشكل نيتورك، بشكل أنبوبي، بشكل حوصلي. حجم جهاز كولجي عادة يكون أصغر من الشبكة الإندوبلازمية، ووظيفتها الأساسية هي يعني تسوي عملية بروسيسنج، أي تعديل على البروتينات من خلال يعني إنتاج الكلايكوبروتين أو إلها علاقة بأيض الدهون، وتكوين اللايسوسومز أو الأجسام الحالة. هنا إلها دور بعملية الفولدينج والبروسيسنج أيضا للغشاء، ونقل وإنتاج البروتينات الإفرازية، بالإضافة إلى تكوين الدهون الغشاء اللي يدخل في تركيب الغشاء البلازمي، وكذلك لها علاقة بأيض الدهون طبعا حسب نوع الشبكة الإندوبلازمية. ذكرنا بالمحاضرة السابقة أنه حسب نوع الشبكة الإندوبلازمية، فإن كانت من النوع الخشن راح يكون موجود على سطحها الخارجي الرايبوسومات، وطلقنا عليها بالرف إندوبلازميك ريتيكولام، في حين هنا ما حي يعني على جهاز كولجي ما حيكون موجودة الرايبوسومات. أنواعها هي فقط يعني نوع واحد موجود، بينما الشبكة الإندوبلازمية ممكن تكون خشنة وممكن تكون مساء، وكل وحدة من عدها لها موقع خاص في الخلية بالإضافة إلى وظيفتها. جهاز كولجي له فد دور في إنتاج أو تكوين اللايسوزومز، في حين هنا هي مسؤولة على بناء إنزيمات التحلل الموجودة في داخل الأيسوسومات. هنا ما حتكون مرتبطة مباشرة مع النواة، في حين هنا تكون يعني وخصوصا الشبكة الإندوبلازمية الخشنة حتكون بشكل خلينا نقول كونتينيوس أو مستمرة مع الغلاف النووي.